بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نبدأ بالفيديو رقم 2 فيما يخص المالتيبل تشويسز من 21 ل 25 الخاص بموضوع ستوك اللي هي الأسهم. السكشن رقم 4، اليونت رقم 3، عنوان اليونت Financial Markets and Types of Securities، الأسواق المالية وأنواع الأوراق المالية. البارت رقم 2 CMA 2020. السؤال رقم 21: The following excerpt was taken from a company financial statements. 10% convertible participating 10 مليون. إذا في ايتم من هذول الأربعة مكتوبة ومواصفاتها 10% وconvertible قابل للتحويل وparticipating مشاركة أكيد في الأرباح وقيمتها 10 مليون وموجودة في الفاينانشال ستيتمنت تبعت الشركة. What is most likely being referred to؟ ما هذا؟ هل هي البنز؟ هل هي الكومون ستوك؟ هل هي الستوك اوبشنز؟ هل هي البريفيرد ستوك؟ ايه اكيد غلط، لانه البنز عمره ما بيكون بارتيسيبيتنج، يعني البنز بياخذ 10% وممكن يكون كونفرتبل لكن ما بيكون بارتيسيبيتنج بمعنى تشارك او يشارك بالارباح، اذا البنز غلط. الكومون ستوك عمرها ما بتكون لها فائده، لانه الكومون ستوك لها ارباح واعتبرها الارباح از المتبقيه الموجوده بالشركه بعد اعطاء البريفيرد ستوك هولدرز نصيبهم، وعمرها ما بتكون كونفرتبل. كونفرتبل لمين؟ ما هي كل الباقي يعتبر كونفرتبل للكومون ستوك، وعمرها ما بتكون بارتيسيبيتنج اللي هي مشاركه في الارباح، اذا الكومون ستوك غلط. ب ستوك اوبشنز ما ينطبق على الستوك اوبشنز، ينطبق على الكومون ستوك، او ما ينطبق على الكومون ستوك ينطبق على الستوك اوبشنز، وبالتالي الجواب سي غلط. بريفيرد ستوك الجواب صحيح، لانه فعلا الاسهم الممتازه تحمل فائده 10% وهي كونفرتبل لمين؟ للكومون ستوك، وهي بارتيسيبيتنج بالارباح بعد ما تاخذ ال 10% بتاعتها بتشارك ايش الكومون ستوك هولدرز بالأرباح. إذا الجواب عندنا دي. إذا نذهب إلى الجواب دي، preferred shareholders المساهمين حملة الأسهم الممتازة have priority لهم الأولوية over common shareholders على حملة الأسهم العامة العادية. In the assets لهم أولوية بالأصول، بعد عندما تسيل أصول الشركة بياخذوا حقوقهم قبل الكومون شير هولدرز. And earnings وبياخذوا بالأرباح أو نسبتهم من الأرباح قبل ما ياخذوا الكومون شير هولدرز of the enterprise. If preferred dividends are cumulative، إذا خلينا نسميها توزيعات الأرباح للأسهم الممتازة كانت cumulative تراكمية، and any past preferred dividends must be paid before any common dividends. فإذا تأخرت الشركة في دفع حقوق المساهمين للأسهم أو بالأسهم الممتازة لسنتين أو ثلاث، فإنها عندما تحقق أرباح تدفع هذه الحقوق المتراكمة المتجمعة. نفترض ثلاث سنوات ما دفعت العشرة بالمية اللي مرن علينا، السنة الرابعة ربحت بتوزع 10% ضرب 4 عن السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وبعد ما يتبقى من تلك الأرباح توزع على الكومون شير هولدرز. Preferred stock may also be convertible into common stock. أكيد الأسهم الممتازة ممكن تكون فيها شرط انها قابله للتحويل الى كومون ستوك، and it may be participating وقد تكون كمان تشاركيه.
بمعنى for example على سبيل المثال 10% fully participating preferred stock الأسهم الممتازة التي تشارك بشكل شامل وعليها 10% أول ما بتستلم والريسيف 10% وبعد ذلك تستلم الأسهم العادية 10% قدر 10% هذول وما يتبقى will receive additional distribution at the same rates as other shareholders. تستلم بعد 10% وبعد ما يتوزع 10% على المساهمين العاديين ما يتبقى من تلك الأرباح توزع على حملة الأسهم الممتازة والأسهم العادية بنسبة متساوية بالتساوي. As other shareholders, if dividends paid to all shareholders exceed 10%. إذا الديفيدنز اللي توزع على الشيرهولدرز البريفيرد أخذوا 10 والكومون أخذوا 10 وظل باقي يوزع عليهم بنسبة تناسب. يعني نفترض ظل مليون، المليون بتوزع على 500,000 سهم عامة و 100,000 سهم بريفيرد، بتوزع المليون على 600,000، كل واحد بياخذ حصته. لا تنسى بعد ما تاخذ البريفيرد 10% وبعد ما ياخذ الكومون 10% زي البريفيرد الباقي يوزع اذا كان هناك شرط ان بارتيسيبيتنج او فولي بارتيسيبيتنج. اوكي طيب، اذا الجواب عندنا دي، ومش بحاجة لندخل بالتفاصيل لأنه إحنا شرحنا ليش بونز لا وليش الكومون ستوك لا وليش ستوك أوبشنز لا، إذا اللي بريفيرت هي الجواب المناسب. سؤال 22 In general it is more expensive، بشكل عام it is more expensive for company، إنها أكثر تكلفة للشركة to finance، إنها تمول تجيب فلوس من خلال الاكتتاب بالإكويتي كابيتال يعني بالبريفيرد ستوك وبالكومون ستوك than with debt capital. الديبت كابيتال اللي هو البنز والقروض من البنوك. دائما بيقول انه هون التكلفة على الشركة اعلى بوجود إكويتي كابيتال اللي هي البريفيرد والكومون منها من وجود ديبت كابيتال. كلام منطقي، لانه الديبت كابيتال بيكون محدود المدة وفي فوائد وبالتالي الريسك فيه مش عالي وبالتالي بتكون الفوائد قليلة بمستوى الريسك. الريسك لو معناته الفوائد لو، بينما هون الريسك عالي الإكويتي كابيتال انه والله احتمال الشركة تفلس بتروح حقوق المساهمين كلها والبريفيرد كمان بتروح معهم، بس اكيد في اولويه للبريفيرد قبل الكومون. المهم انه في اذا في افلاس بتروح كل الحقوق طبعا، معناته الريسك بيكون ايش؟ بيكون عالي، وبالتالي حملت هذه الاسهم سواء البريفيرد بطلبوا فائده اعلى، البريفيرد بطلبوا فائده اعلى من الدبت، وحملت الاسهم العاديه بطلبوا عائد اعلى من البريفيرد، بدهم 20 و30 اذا كانت البريفيرد 12 وإذا كانت البند 10. أوكي؟ إذا ما هو الجواب المناسب؟ Because long term bonds have maturity date and must therefore be repaid in future. يعني جواب منطقي إنه في maturity date وبالتالي يجب أن يتم السداد، هذه صفة من صفات البنز، بس ما أعطانا السبب إنه ليش اللي هي الإكويتي كابيتال مور إكسبنسيف ذان بالنسبة للشركة ديبت كابيتال. B investors are exposed to greater risk with equity capital. نعم الانفستر المستثمرين في الأسهم العادية والممتازة أكثر عرضة للخطر من اللي هو الديبت كابيتال. الجواب B المناسب. Equity capital is in greater demand than debt capital. الطلب على الإكويتي كابيتال أكثر من الديبت كابيتال، مش دائما صح طبعا، ما لهوش علاقة بهالموضوع هذا، لكن بنقول تعبيرا له انه الديبت كابيتال احيانا بيكون الطلب عليه اكثر من ايش؟ من
اللي هو الإكويتي كابيتال في حالة الإنفليشن، ارتفاع الفائدة، انخفاض القوة الشرائية، فالمستثمرين بيصيروا يروحوا على الديبتس وبياخذوا بانز، بيكتتبوا بانز أو بيعملوا ديبتس للشركة البنوك مثلا، وبالتالي ليه؟ لأنه الإنفليشن بيكون عالي وبالتالي الفائدة بتكون عالية. يقول لك شو بدنا نروح على الكومون، على الكومون ستوك ولا البريفيرد ستوك، على الايكويتي كابيتال. دي كذلك اذا سي غلط، دي ديفيدندز فلكتويت تو جريتر اكستنت ذان انترست ريت. الديفيدندز تتذبذب، لا الديفيدندز ما يتذبذب خاصة بالكومون ستوك، لأنه هو الموضوع الكومون ستوك، لأنه البريفيرد ستوك الديفيدندز ما بتذبذب ثابت. إذا الكومون ستوك الديفيدندز ما بتذبذب، الشركة تحاول إنها تحطه في رينج معين دولار دولارين بشكل ثابت، بحيث إنه الأسهم ما تتقلب قيمتها بين سنة وأخرى بناء على ذلك الديفيدندز الذي وزع. ففي لو شركة عملت أرباع 10 دولار ما بتوزعهم دفعة واحدة، بتخليهم دولار كل سنة أو دولارين كل سنة، لأنه لو وزعت دولار كل سنة وما قدرتش تعمل أرباح بالسنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، شو معناته؟ ما في شيء ديفيدنس، إذا ما حدا بيشتري الأسهم وبالتالي الأسهم بتطيح بالسوق تنزل. ذان الانترست ريت، الانترست ريت لا كان بي فلكتويتد، ليه؟ لأنه مرتبطة، إذا ربطت السندات الفائدة تبعت السندات بأسعار السوق ممكن تتذبذب طالع نازل، بسموها فلوتد اور بيجد، مرتبطة بسعر السوق. إذا الجواب المناسب لهكذا سؤال اللي هو بي، بي هذا الانفستر ار اكسبوز تو جريتر ريسك، دائما المستثمرين في الأسهم العادية والممتازة أكثر عرضة للمخاطر من المستثمرين في اللي هي الديبتس البند هولدرز، مثلا المستثمرين حملة السندات يكون هذول اللي هو الايكويتي كابيتال الخطر عليهم اكثر. ليه؟ لانه فيما لو بدها تصفى الشركه هذول اخر ناس بياخذوا حقوقهم، اذا عليهم ريسك عالي. اذا الجواب عندنا بي. Providers of equity capital are exposed to more risk than are lenders. مقدمي الايكويتي كابيتال معرضين لاكثر خطر من المقرضين اللي هم البند هولدرز او البنوك اللي بيعطوه قروض للشركة. Because the firm is not obligated to pay them a return. الشركة مش مجبورة تعطيهم عائد وبالتالي حيظلوا يستنوا. وبالتالي وضعهم بيكون شوية يعني الفيوتشر مش واضح بالنسبة لهم. ما في إشي ثابت يعطى لهم، ما في شيء عوائد تعطى لهم. In case of liquidation في حالة التسييل أو التصفية تبعت الشركة، creditors are paid before equity investors. كل creditors بما في debts debt holders وأصحاب اللوز وكذا يسددوا قبل ما يسدد اللي هم جماعة الإيكويتي. طبعا أكيد بالإيكويتي investors البريفيرد يسدد قبل الكومون. Thus equity financing is more expensive than debt financing. دائما مكلف أكثر. Because equity investors require higher return to compensate for the greater risk assumed. لذلك هم يطلبوا المستثمرين في الإكويتي اللي هي بالبريفيرد ستوك وبالكومون ستوك بطلبوا عائد أعلى لأنهم بتعرضوا إلى خطر أعلى. بس إذا الجواب عندنا بي، ومش حدخل على يعني نتوه الشباب في هالمعلومات، معنا هالمعلومات ناقشناها عندنا هون. إذا الجواب عندنا ب لسؤال 22. سؤال 23 The bar value of a common stock represents، قيمة البار فاليو للكومون ستوك القيمة الإسمية تمثل، The estimated market value of the stock when it was issued، لا تمثل الـ estimated market value، الماركت فاليو عادة بتكون تختلف شوي عن البار فاليو في عند الإصدار، لأنه دائما بتكون قيمة البار فاليو عبارة عن arbitrage or arbitrary value، يعني قيمة تقديرية بتضعها الإدارة أو الخبراء أو البنوك المتعاملين مع عملية الإصدار، الأندرتيكرز للإصدار. إذا الجواب إيه؟ ها؟ غلط. The estimated market value of the stock when it was issued.
اوكي، اذا البار فاليو لا تمثل الاستيميتد ماركت فاليو. اذا اي غلط؟ بي، ذا لايبيليتي سيلينج اوف ا شير هولدر وين ا كمباني اندر جوز بانكربسي بروسيدنج. نعم، البار فاليو هي المبلغ الذي يتحمله المساهم، ها السقف الذي يتحمله، هذا سقف لايبيليتي سيلينج، السقف تبع المسؤوليه اللي بتحملها شير هولدر وين كمباني اندر جوز بانكربسي بروسيدنج، لما الشركه بتروح في حاله معامله افلاس. اذا ما بتحمل الشير هولدر، حامل الشير هولدر اكثر من المبلغ الموجود على السهم. اذا بي صح. سي، ذا توتال فاليو اوف ذا ستوك ذات ماست بي انترد ان ذا ايشوينج كوربوريشن ريكوردز. قيمة الفاليو تبع الستوك اللي لازم يدخل في الدفاتر. في الدفاتر تدخل البار فاليو، تدخل البيد ان كابيتال ان اكسس اوف بار فاليو. احيانا يتم اصدار الاصدار باعلى من البار فاليو. نفترض انه اصدار لاحق وبالتالي الشركة عندها ارباح وبدها تصدر سندات اسهم جديدة. اذا يتم هذا الاصدار باعلى. اذا شو معناته؟ بيسجلوا البار فاليو بدولار والباقي 9 دولار. نفترض السهم طلع ب 9 دولار، تم اصداره الاكتتاب به ب 9 دولار، يسجل على اساس انه paid in capital in excess of bar value. اذا هذا مش الكلام الصح فيما يخص البار فاليو. دي، theoretical value of 100 per share of stock with any difference entered in the issuing. ما في theoretical value of 100، الرقم مش دائما 100 ولا theoretical ولا غيره، قد يكون أقل وقد يكون أكثر، لأنه حط رقم هون. إذا الجواب دي كمان مش مناسب. إذا الجواب عندنا ب اللي هو liability ceiling، أي ب لسؤال 23. Bar value represents stock legal capital. It is an arbitrary value، قيمة مقدرة. Assigned to stock، حددوها بالنسبة للسهم، السهم العادي. Before it is issued، قبل إصداره. Bar value represents القيمة الإسمية. Shareholder liability، قدرة حامل السهم. Ceiling because مسؤوليته، مش مسؤول عن غير عن القدر هذا. إذا أفلس الشركة وطلعت الخسائر بالمليارات، ما بيخسر الا هالعشرة دولار اللي هو بيحمل السند السهم تبعهم. As long as bar value has been paid in the corporation، على قدر القيمة التي تم تسجيلها ودفعها في الشركة. The shareholder obtain the benefits of limited liability. إذا هو بمعنى انه إذا الخسائر تجاوزت قيمة البار فاليو، الشير هولدر ما بتحمل، يقول لك أنا لحد هون وبس. مش زي البارتنرشيب، البارتنرشيب الشير هولدر بياخذوا منه كنبه والأثاث وسيارته وبيته وات ايفر، بيحجزوا على كل شيء. الشير البارتنرشيب، البارتنرشيب البارتنرشيب اللي هي الشركة التضامنية، حامل السهم بالبارتنرشيب إذا أفلست وإذا خسرت، الكريديترز بيطالبوا بالحجز على أملاك الشركاء المتضامنين. هنا الشير هولدر بالكومون، هذا الكومون شير هولدر بالشركات اللي هي الكوربوريشنز، فقط يتحمل بقدر قيمة السهم. خلاص السهم بيصير صفر ويلا روحوا مع السلامة، مالكوش عندي. أوكي؟ إذا as long as the bar value has been paid in the corporation، بقدر قيمة المبلغ الذي دفع بالشركة أو للشركة. The shareholder obtain the benefits of the limited، إذا بيستفيد الشير هولدر إنه فيها منفعة، إنه بتيجوا لعندي فقط، مالكوا عندي غير قيمة السهم فقط. السهم فقط بخسره، ماليش فيه، خلاص انتهى. طيب إذا الجواب عندنا لهذا السؤال اللي هو ب، وبالتالي مروا على سؤال 24. A financial manager usually prefers to issue preferred stock rather than debt because، المدير المالي دائما بفضل انه يصدر
أسهم ممتازة بدلا من الديون اللي هو البونز الدبت، ديون سواء بونز اللي هي سندات أو من البنوك. Because شو السبب؟ Payments to preferred stockholders are not considered fixed payment. لا هي fixed payment. أي غلط. The cost of fixed debt is less expensive since it is tax deductible even if sinking fund is required to retire the debt. هنا بالسؤال هذا بالحالة هاي ببي بقول انه تكلفة الفيكس ديبت هي اقل تكلفة على الشركة since it is tax deductible even if a sinking fund is required to retire the debt. حتى لو كان في هناك حساب خاص خصص من اجل تجميع فلوس وتفعيلها بالبنك وتحصل على فوائد لسداد قيمة ذلك السند. لكن هذا الجواب بيحكي عكس المعلومة اللي في السؤال. usually prefer to issue preferred. لو قال prefer to issue debt بكون هذا الجواب بيصح، بس هنا هذا الجواب بيدعم انه الديبت احسن من البريفيرد. بس السؤال بيقول ليش البريفيرد احسن من الديبت فيما يخص الفاينانشال مانجر؟ اذا البي غلط. سي، the preferred dividend is often cumulative whereas interest payment are not. بقول انه البريفيرد يتراكم بينما الانترست تدفع. طيب يتراكم معناته ما في، لا بدك تظل تدفعه بعد سنه سنتين ثلاث تدفعه. الجواب هذا قد يكون جيد، لكن نشوف دي. In a legal sense في الحس القانوني في الذوق القانوني preferred stock is equity، هي عبارة عن capital، equity capital. Therefore dividend payment are not legal obligation. ما في حد يجبر الشركة أنها تدفع هذه المبالغ اللي هي dividends، بظل تتراكم لخمس سنين وبعد ذلك بقول له يا سيدي إذا مش عاجبك صير تعال تحول، بصير convertible، حول إلى common stockholder وخليك قاعد وانتظر وبيع سهمك وانتهينا، بنعطيك سهم بدل preferred stock تبعك. إذا الجواب دي أفضل من سي وهو الجواب المناسب. إذا in a legal sense في حس قانوني preferred stock is an equity. equity نعم preferred stock equity وهي نوع من الإكويتي capital، لأنه الإكويتي نوعين preferred و common. therefore dividend payment are not legal obligations. ما في إجبار حد يقول لك تعال بدك تدفع، أجل 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 بالنسبة للبريفيرد وبعدين حولها إلى البريفيرد، تحولها إلى كومون وخلاص. ما في قانون، ما في محكمة. إذا الجواب دي مناسب للسؤال 24، ليش بروحوا على البريفيرد السك راذر ذان يروحوا على الدبت؟ الدبت لا بياخذوك على المحكمة، إذا عندك مشاكل مالية بدك تدفع الفوائد إن شاء الله 1% بياخذوك على المحكمة. أوكي؟ إذا الجواب عندنا دي. 4. The financial manager المدير المالي preferred stock is preferred to debt because يعني أفضل من الدبت because dividend do not have to be paid on preferred stock. مش بالضرورة يدفعوا، صح بصير cumulative بالpreferred. But failure to pay interest on debt could lead to bankruptcy. أما إذا ما دفعت الفوائد على الدبت على الدين سواء بنز ولا قروض عادية من البنك، هذه قد تؤدي إلى إيه؟ إلى إفلاس. Thus preferred stock is less risky than debt. إذا أقل خطرا للpreferred stock من الدبت. تقول له يا عم اصبر 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 سنة ثانية ثالثة رابعة، أقول لك حول للكومون. The most notable of which is that interest payment are tax deductible. Preferred dividends are not. طبعا معروف هذه الشغله انه والله الانترست بيمنت ديدكتبل صح، بتخلي هذه العبء تبع الديبت اقل من العبء تبع البريفيرد، لكن المشكله اذا كانت ديدكتبل بس برضو بدك تدفعها اللي هي الباقي من الديدكتبل، بدك تدفع نفترض 8% في 6 48 84 بالعشرة بدك تدفعها، بدك تدفع الثمانية تحت اي حال، وتيدكتبل تستفيد من ادارة الضريبة شرحناها سابقا. اوكي، لكن انه البريفيرد ديفيدند ار نوت ديدكتبل نعم، بس ما حد بياخذك للمحكمة
لذلك الجواب دي هو المناسب. بالليجل سنس انه ما حد بياخذني على المحكمه، ما حد بيسبب بافلاس الشركه، بينما بالدبت باخذوك على المحكمه. لذلك بفضلوا المدراء الماليين انه بريفيرد السكس راذر ذان الدبت. الجواب عندنا قلنا دي. سؤال 25: Which one of the following rights is ordinarily sacrificed by the holders of preferred stock? Sacrifice. ما هي الحقوق التي يتنازل عنها البريفيرد ستوك هولدرز اللي هو المساهم تبع البريفيرد؟ اوكي. In exchange for other preferences. مقابل امور تفضيليه حصل عليها حامل السهم. Received over common shareholders. Over share over common shareholders. يعني بقول لك انا بديش اصير common shareholder، بدي اصير preferred. يا سيدي بعض الحقوق ما بدي اياها. اهم حق شو هو؟ اللي هو the right to vote. ببطل ما بصيرش ينتخب. البريفيرد shareholders باخذ 12% بس ما له حق ينتخب. For members of the board of directors ما بنتخبش الاعضاء مجلس الاداره. And in other matters requiring a vote او في اي مكان اخر يتم التصويت به لا يحق لحامل السند الممتاز ان ينتخب. هذا بتنازل عنه مقابل الفائده اللي بيعطوه اياها الفيكس ريت. The right to share in the residual assets of the company upon liquidation. لا هو ما 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 ما, ما يتنازل بغلط. Sacrifice ما بتنازل عن right to share. باخذ وباخذ قبل مين؟ قبل الكومون شير هولدرز حقه من الاسيتس عند الليكويديشن عند التصفيه او تصفيه الشركه. The right to share in the periodic earning of the company through the receipt of dividends. هو بياخذ dividends لحاله 10%. اوكي؟ فهذا ما هواش القضية الأساسية. هو أصلا ممكن يكون participating ويشارك، ويمكن يكون non participating وما يشاركش بس يأخذ 10%. إذا هذا ما بيعمل عليه sacrification، بيعمل sacrification على right to vote. ما بديش أصوت أما بدي أشارك. مرات بصير participating بيشارك، مرت علينا قبل شوي. أوكي. In the periodic earnings of a company through the receipt of the dividends. D. The right to accrue dividend payment in arrears تراكمي تجميعي when payments are not made for period of time. لما يتمش الدفع بسنة أولى ثانية ثالثة بتراكم حتى بندفع بالرابعة عن أربع مرات عن أربع سنوات. إذا الشغلة الوحيدة هذا ما بيعمل sacrificeation ولا بيعمل لهذه sacrificeation اللي هي إيش بسموها الإيرنينج، ولا بيعمل sacrificeation بالديفيدند اللي هي بالاريرز. اوكي. ولا بيعمل sacrificeation بالليكويديشن. اللي بيعمل sacrificeation بس بالرايت تو فوت. بقول لك بديش اصوت واعطوني 12-13%. اذا ايه هي الجواب المناسب؟ Which one of the following rights is ordinary sacrificed يتم التنازل عنها يضحى بها by the holders of preferred stock من قبل من يحمل الاسهم الممتازه in exchange for other preferences مقابل other preferences received over the common shareholder. الكومون شير هولدر بياخذوش فائده، هذول بياخذوا. هاي هي البريفيرنس، يعني عم يعطيني 12 وبديش اصوت. اذا الجواب عندنا اي. The right to vote for members of the board of directors and other in other matters requiring vote. وكل ما بده تصويت بقول لك بديش، اعطوني 12% او اعطوني نسبه معينه ثابته. إذا الجواب عندنا A ل 25. Unlike common shareholders, preferred stockholders are not usually entitled to voting right. عادة ما بيكونش له حق إنه صوت. Preferred stockholders sacrifice voting right بضحي فيها في حق التصويت in exchange for other preferences over common stockholders اللي هي ال 10% بأخذها قبل ما يأخذوا ال common stockholders حقوقهم. أو الديفيدنس تبعهم. بس الجواب عندنا إيه لسؤال 25. بكون انتهى
المالتيبل تشويسز، بنقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.